عمو، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيكي. مري، بيلتقى عندك ملقط؟ شو هاد؟ ملقط شو؟ ملقط خشب مشان شيل غسيل السخن تنك تلغلي. شو شايفتيني فاتح محل عصرونية أنا؟ الملقط. ليش أنتو ما بتعملوا ملاقط؟ ولك شي يلقطك من بين كتافك لقطه إن شاء الله. نحن تبع ملاقط نحن؟ طول بالك عمو، طول بالك. ليش عم تعيط وتزفر بالحكي؟ شو كفرنا يعني؟ عم قلك بدنا ملقط خشب لنطالع الغسيل السخن من تنك تلغلي. وحضرتك نجار، شغلتك هالشغلة، بقى بشغلت معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك صحيح أنا نجار يا مسطولة، بس أنا نجار خزن وكنبايات وتخوتة، مو نجار ملاقط وكراسي حمام. يضرب يلي ما بيفهم يضرب. كتر خيرك عمو على هالحكي الحلو. يلا من هون يلا، أنا كتير مقدمة. كتر خيرك يا عمو عليك. ولك تضربي من بين البنات، تضربي شو سئيلة، يشيلوكي بالملقط ويزتوكي بالنهر، يطعمني ولا يحرمني ياها. بسيطة عمو بسيطة، بس يشهد علي ربي هاي آخر مرة بدوس فيها هذا المحل. بالناقص بالناقص من هالفوتي. اسمعي، الدباني هدت على دنا بقرة وقالت لها لا تأخذيني، جعزتك. قالت لها ليش مين حاسس فيكي؟ امتى اجيتي وامتى رح تروحي؟ مرحبا بمعروف. اهلين معلمي. اهلين ابو سليم، ميت مرحبا. شبه البنت طالعة زعلانة من عندك؟ يخرب بيتها شو حيواني، قال بدها تشتري من عندي ملقط. حسبي الله ونعم الوكيل. ولك يا أبو معروف، أنا كم مرة نبهتك وفهمتك إنه بلالك هالكلام الزفير. ولك عيب عليك، ما بيجوز. هذا المحل باب رزق، ونحن مضطرين نستقبل كل العالم بالكلام الحلو والأهلة والسهلة لحتى نجرج ليهم لمحلنا ويصيروا زبايننا. أسيدي بالناقص من هيك زباين. قال شو الجحشة بدها ملقط غسيل؟ قل هو الله أحد. ولك حاجتك يا أبو معروف، حاجة مسبات بقى. امساح وشك بالرحمن وحلي ريقك ودفي لسانك. ليش انا لساني زفر مع مين ما كان؟ انا لساني زفر مع الغلظة والوقحين وبس. ولك يا ابو معروف، لحنا ما بنقدر نربي العالم، لحنا لازم نستقبل كل الاشكال والالوان والاجناس، نستوعبهم ونطول بالنا عليهم. بصراحة يا ابو سليم انا ما بيطلع بايدي، انا دمي حامي وخلقي براس مناخيري، وما بقدر اسكت على الزاحلة يا اخي. ما بقدر هيك، الله خلقني. ما بيصير يا ابو معروف، ما بيصير حكي شو هيك الله خلقني. انت لازم تعدل وضعك وتراجع نفسك. طيب ماشي الحال، رح حاول. مو مسألة رح تحاول، اكيد انت لازم توعدني وعد اكيد انه تبطل العادة البشعة. لكن بصراحة انت عم بتطفشتي الزباين والكل عم يشتكي منك. الزباين عم تشتكي مني انا؟ ايه طبعا. لكن انا، انت لو ما تكون معلم وماسك لي محلي بشطارتك وخبرتك كنت استغنيت عنك من زمان يا ابو معروف. لك انت صلك عندي 20 سنة، وعندي الوالد من قبلي الله يرحمه، والوالد موصيني فيك، وانا معتبرك مثل اخي الكبير. ابو معروف لازم تضب لسانك، حاجة بقى التعصيب والنرفزة والسب والشتائم البشعة. الحق معك ابو سليم، والله الحق معك. بس يا أخي، أوقيت الزباين بيطلعوك من تيابك، بيخلوك تجن وتضيع عقلك من غباهون. ولو كان، أنت لازم تعد للعشرة قبل ما تسب وتشتم. بس أنا يا أبو سليم نقوزي كتير حتى ببيتي، ها، والمرة والولاد دائما بيشتكوا من طبعي، مع أنه والله العظيم أقسم بالله قلبي طيب. ما اختلفنا على قلبك الطيب يا أبو معروف، بس القلب الطيب لازم يدعمه الكلام الطيب والفعل الطيب، مزبوط ولا لا؟ يعطيك العافية أبو سليم. أهلين أهلين وسهلين مدام، شرفتينا. شلونه أبو سمير والولاد؟ إن شاء الله كلهم مبسوطين. الحمد لله، كلهم بيدعوا بسلامتك. يا ترى شو صار بخزانة المطبخ؟ خلصت ولا لسه ما خلصت؟ ولا يهمك مدام، بكرة بإذن الله بتكون مركبة عندك بالبيت. إيه بس الوعد كان اليوم تخلص. صحيح، بس أنا أصلاً تمهلت فيها لحتى نعملك إياها وحفها منشان نبيض وشنا قدامي. ولو شو هالحكي؟ إيه وشك من يوم يوم وأبيض يا أبو سليم. إذن موعدنا بكرة بإذن واحد أحد. إيه خاطرك. مع السلامة مدام، شرفتينا، الله معك، مع السلامة. شفت شلون طولت بالي عليها وأخذتها بلسان الحلو؟ إيه بس هالمرة سكرة ولطيفة، يعني شو لزوم الخانقة؟ ما غلطت معنا المسكينة. وأنا بصراحة كل ما نويت بطل سبسبة وزفارة لسان، بيجيك كل زبون حمار شكل وبيتفلسف عليك، وقتها بطلع عن طوري وبلش اشتم وقلعن وسب بدون ما اشعر. ما بيصير الحكي يا أبو معروف،
بعدين بهر السقف علينا من كتر المسبات وبتهرب الملائكة من المحل وبصيبنا النحس. يا سيدي الله يقدرني، الله يقدرني يا رب. أنا من جهتي رح أبذل جهتي معلي. طيب أنا عندي فكرة حتى ساعدك فيها. شو هي الفكرة؟ من اليوم ورايح بتحط بحصة صغيرة تحت لسانك، وبهالصورة هي كل ما بدك تجي لتسب تتذكرها، ولبين ما تشيلها بتكون هديت أعصابك شوي وعديت للعشرة ورجع لك أعلى الرحمن لراسك. بقى شو رأيك؟ أمرك أبو سليم، أمرك معلم، رح حاول. غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى وتمنى نظرة يشكو بها علة الشوق فكانت مهلكة. مرحبا معلم. أهلين أهلين عيوني، أهلين حبيبي. أمو أنا جارك بالحارة فوق بحاجة لشوية غري، لأنه خلعت عندي رجل الطاولة وبدي لزق إذا ما بيصير سئلة. تكرم عيونك جار، على عيني وراسي. اتفضل يا أبضاي. شكرا جار، قديش طلع علينا؟ إيه ما بدنا إلا الرضا. ما طلع عليك شيء أبدا، مو محرزي المسألة. كتر خيرك. وخيرك إن شاء الله، مع السلامة حبيبي. يلا بخاطرك. الله معك عيوني. برافو عليك يا أبو معروف، هيك ها؟ عجبتك معلم؟ طبعا، لا تسلمني ما احلاك. انا هلا رايح ساوي كاسة شاي خمير، شو رايك ابو معروف؟ رو ربي يخلي لي اياك ويجبرك. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر وقالت لي الريح بين الجبال وفوق الفجاج وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. كذلك قالت لي الكائنات. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. أهلين أستاذ أمور. سمعتك عم بتغني بصوت عالي وهالشي ما بجوز، لأنه جعيرك ما شاء الله واصل لرأس الحارة. بالله واصل لرأس الحارة، والله ماني حاسس على حالي. مرة تانية حس على حالك، وإذا بدك تغني غني ببيتك بالحمام مو بالدكان. أخي الواحد لما بيكون مبسوط وحس إنه بده يغني يعني مو ضروري يركض على الحمام، والله لا يحرم البسط لحدا، مو هيك أستاذنا؟ ويا ريت الصوت حلو. خلاص التوبة التوبة، ما بقيت عيدها. مور حبيب قلبي، أنا بدي فصل مكتبي لأوطي مترين متر، بس يبدو ما رح تزبط معك. شو وين المعلم؟ أنا المعلم. بس مو باين عليك. أخي ربنا جل جلاله بيوضع سره بأضعف خلقه. المهم هلا بلا خفة هالدم، بعدين أنا ما بحب المياعة وخصوصا من رجال كبير مثل حضرتك، عيب عليك. ليش شفت من مياعتي؟ أخي المهم هلا، أنا أفضل خشب لنسوي فيه الخزانة. والله في عندك السنديان، وفي عندك الزان، وفي عندك الخشب الكندي. وغيره؟ والله هدول اللي نحن منفصل منهم مكتبات، وخاصة إذا كانت المكتبات صغيرة. أيوه، اسمح لي لك بهالحالة إنك واحد غشاش. ليش غشاش؟ الله يسامحك، ليش حبيب قلبي؟ لأنك ما ذكرت لي خشب الجوز. أيوه، يا سيدي آسف ومنك السماح، وخشب الجوز كمان. طيب، المهم هلا، أنا بدي أعمل قوس فوق المكتبة، فشو رأيك أنت؟ يعني اعتمدت زاوية من خشب الجوز؟ نعم اعتمدت. والله يا سيدي الكريم إذا بدك النصيحة، خشب الجوز ما بيناسب طلبها. وليش بقى؟ لأنه خشب الجوز صعب ينعمل منه قوس، وما بنقدر نتحكم بطويه وتنيه ولويه. معلومك أستاذنا، خشب الجوز قاسي كتير والبسمار ما بيفوت فيه لأنه مثل الحجر. لا 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 لا، خشب الجوز بينتنى بس بده حرفية ومعلمية. بس على ما يبدو أنت واحد غشيم. أستاذنا أنا مالي غشيم، صار لي 20 سنة بالمصلحة والحارة كلها بتبصم لي بالعشرة. بس أنا ما ببصم لك عدم مؤاخذة ولا حتى ببهم رجلي.
ليش حبيب قلبي؟ لأنه خشب الجوزة بينتنى. صدقني ما بينتنى. لا أسيدي بينتنى، وإذا ما بدك تسوي لها المكتبة قل لي وبلا ما تلف الدور. ليش رح تلف الدور؟ بس صدقني خشب الزان أفضل وأضمن وأحسن حبيب قلبي، هي نصيحتي. حبيبي أنا بسمع النصيح من واحد بوثق فيه مو من جنابك. الله يسامحك يا أستاذ، بس صدقني أنا كله عندي شغل. إيه لا أسيدي، أنت ما عجبك كسمي من أول ما فتت وأنت مو قابضني. يا أستاذنا الله يخلي لي هالوش الحلو وهالطلة الظريفة، يعني أنت شو بتريد بالضبط؟ بالضبط بدي تتنيلي خشب الجوز. يعني بدك ياني كذب عليك؟ أما بينتنى معي؟ لا أسيدي بينتنى، ليه ما بينتنى؟ ولك حبيب عمري الشغلة مستحيلة. لا مو مستحيلة، لأنه ابن عمي نجار وبتنيلي خشب الجوز. مو معقول يا حبيب حياتي. يا سيدي مع احترامي لإلك، انت واحد نصاب وغشاش والغش عم بمشي بنص دمك. يا استاذنا انا لو ولك يا ابو معروف، يا ابو معروف بقي البحصة وخلصني، ولك بقى يخرب بيتك ما اطلعك يا جحش، ولك الزلمة عامل لك ما بينتنى وانت بتقول له بينتنى، يخرب بيتك يمسك تكرارك وقتك تكرارك. لا مو لازم كبة، لازم أعطيها لمعلمي أبو سليم.